المفاوضات بين طهران والقوى الكبرى تتكثف في فيينا الأربعاء، فيما مددت مهلة التوصل لاتفاق يضمن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني حتى 7 تموز يوليو. أما سبب التمديد فقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: لا أحدد أي مهلة، نحن مستمرون ونحقق تقدما وسنستخدم أي فرصة لتحقيق التقدم. وأضاف: دعونا السيد أمان للتوجه إلى إيران والعمل مع مسؤولين حول كيفية المضي قدما. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو يتوجه لإيران لعقد لقاءات مع المسؤولين من أجل تسريع حل المسائل العالقة. موفدة يورونيوز لفيينا ريحانة مزاهيري تقول إنه رغم تمديد جديد للمهلة الأخيرة للمحادثات حول النووي الإيراني، الجانبان عبرا عن أملهما غير مرة للتوصل لاتفاق. الدبلوماسيون تحدثوا عن إرادة سياسية وبعض الخطوات التي تم اتخاذها لاتفاق نهائي. News Vienna.